السنة ظاهرة صوتية، السنة وجودهم في العملية السياسية ظاهرة إعلامية، ظاهرة إعلامية مؤسفة. لكي نتكلم عن هذا الاجتماع، أنت قسمت بشكل واضح السنة إلى ثلاثة أقسام، قسم ذهبوا إلى هذا الاجتماع بمبالغة على اعتبار أنهم قادرين على التأثير في الموقف الخارجي وزجه وفرضه على المعادلة في بغداد، وقسم تبرأوا واعتبروا أن هذا أشبه بالخيانة وبحثوا عن توافق وطني أو حضور مكونات أخرى، وقسم سكتوا بانتظار هذين الطرفين. الأطراف الثلاثة أو على الأقل الطرفين، الذاهب الذي بالغ والمعترض الذي بالغ، هم ظاهرة إعلامية. إذا أردنا أن نعرف هذه الدعوة علينا أن نذهب أول شيء إلى تعريف معهد السلام الأوروبي أو المعهد الأوروبي للسلام. جوجل يقول أن هذا المعهد مؤسسة غير ربحية، أسس عام 2014 بمبادرة من عدد من رؤساء وزراء أوروبا كما أتذكر، غير هادفة للربح، تحاول نصا، يقول لا يوجد تعريف بالعربي، النص الإنجليزي يقول بالضبط وهذا مهم جدا، IEIP is non-profit public foundation، مؤسسة غير ربحية، which is contributes، الذي تساهم في تعزيز السلام العالمي Global Peace Agenda وفق رؤية الاتحاد الأوروبي، بين قوسين أضع بالنص primarily through mediation and informal dialogue، من خلال الوساطة والحوار غير الرسميين، من خلال، لنقف عند هذه النقطة، الوساطة والحوار غير الرسميين، بمعنى أن الطرف الذي صور أن اجتماع جنيف برعاية هذا المعهد هو استدعاء للتدخل الخارجي في المعادلة السياسية أو أنه سوف يعطيه زخما، هذا طرف قاصر، طرف دائما ما يبحث عن التأزيم وعن استدعاء العامل الخارجي، ودائما ما يحبط ويفشل.